الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، بونسوار، ازول تو الموند، اهلا وسهلا. نتاسف انه يوتيوب نحى اللايف تاع البارح. التيتر ما عجبوش لانه وصفنا تبون بالارهابي. دوك نعاودوها اليوم، تبون ارهابي، حكومته حكومة ارهابيين، ارهابيين اقتصاديين وارهابيين امنيين. عندنا هنا درك اقالة تبون وحكومته أصبحت قضية أمن قنبة، أمن الشعب الجزائري في خطر مع هاد الناس، الأمن العام في خطر مع تبون والناس اللي حطوه. لكن وش تسنى من الناس هادو؟ فهم مجرمين، فهم إرهابيين. تبون حاليا من اللي كان بوندي وسراق وانكومبيتون دوك ولا إرهابي. هذا إرهاب، هذا إرهاب بأتم معنى الكلمة. زاد حتى يعني الطاولة للشعب، الشعب في أزمة، كل الولايات تشكي، كل الأقطار تشكي، كل الدوائر تشكي، كل بلدية تشكي، وهو يروح يتبرع ب 150 مليون. مهما كانت العلاقة اللي عندنا مع تونس، الأخوة والصداقة، والله وش حبيت، دبر النزيف في الحدود بيننا وبين تونس، وبيننا وبين المروك، وبيننا وبين ليبيا، نزيف عظيم تاع موارد جزائريه تخرج من كونتروبوند. تزيد انت توظف 150 مليون دولار من الخزينه العموميه وتوضعها مهما كانت صفه الوضع نتاعها. شكون انت باش تقرر في دوله في ازمه وداخلين ازمه ماليه؟ البارح تطبعوا في الدراهم ودرك تحط في الدراهم اون دولار اي اون يورو في خزينه بنك واحد اخر، وانتم البارح تطبعوا في الكوارت نتاع الدينار وما زلتوا تطبعوا في الدينار. بصح اللوم موش على تبون الناس اللي حطوه، اللوم الحقيقي على ابو صباح الازرق، اللوم الحقيقي على بعض التيارات في وسط الشعب، او عندنا رئيس درك او جا تبون. ما عليش اصلا نعطيه 5 سنين، تعطيه 5 سنين في شهر وخلاها عليك، في شهر جاب لك قنبله موقوته واسمها الكورونا فيروس، وفي شهر تبرع ب 150 مليون دولار في مرحله حاسمه، في مرحله حساسه. هذا رئيس ولا زبل؟ شكرا للجنرالات الخماج، جبتوا لنا واحد الور لا ماشي غير خامج، خامج وانكومبيتون. تفهموا مش رحماني نشوفوا كل هذا، هذا مسيو تبون جاب باغي الخير لهذا الشعب. هذيك 150 مليون كان يجيب بقر، بقر حلوب ويعطي الفلاحين. راه عندنا ازمه حليب، الناس ما عرفوش يسيبوا، كاين بعض المناطق في الجزائر ما يسيبوش الساشي تاع الحليب، ماشي حليب، ما مسبوغ بالابيض باش يشربوه ويتبرع بهذا المبلغ. كاين جريمه اقتصاديه ما عندهاش حد اخرى، هذه جريمه اقتصاديه. هادو ماشي والله يعجز اللسان اني نعطيهم وصف. درك لحقنا المرحله وين ما عندناش وصف للناس هادو. برك نقول كيما قال طارق بن زياد للشعب الجزائري، العدو امامكم تبون الجنرالات، والموت وراءكم اللي هو بفعل العدو والجنرالات. شوفوا يقتلوكم بالطريق، بحوادث المرور، بالمرض، بالسبيطارات، بالامراض اللي يجيبوها من الخارج، بالموستيك اللي جانا من لاشين، الموستيك تيغري هذا ماشي نيجا اللي دار ايبيديمي عندها من 3 شهور، بالكوليرا تاع العام اللي فات اللي موش كوليرا، اللي هو في حد ذاته موش كوليرا، واحد ما على بالوش هي. يعني دركا ولينا العدو امامكم والبحر وراءكم. اقاله تبون والحكومه نتاعو ولات ضروره امن قومي، امن الوطن. هاد الناس لازم يحبسوا درك درك، والله على الجزائر السلام، لازم يحبسوا درك، يحبسوا البارح قبل اليوم، لازم يحبسوا، لازم يوضعوا لهم حد. جازوا هادو، جازوا في الفساد والفاحشه، جازوا، تعدوا كل يعني كل التصورات. الشيطان وقعد داه شحال فمه، الشيطان ولا كيشوف مش قاعدين يديروا يقول سبحان الله. الانسان سكيلي كابابل دو فير، الانسان كيعود خامج وجاهل واش يقدر يدير. بليس دهش فيهم، مي سي انكرويابل.
سي انكرويب، يعني شيء يعني ما لا يخطر بالعقل نتاع انسان نورمال. تبرع 150 مليون جايب ناس ربما حاملين لي فيروس اللي هو سلاح مدمر العالم بكل خايف منه، تطلقهم انت في وسط الشعب الجزائري وانت ما عندك والو، لا مستشفيات لا وقايه لا ادويه، ما عندك والو. ونزيد نقول الشعب الجزائري نخوفهم اكثر، ماشي خوف بحقيقه، الناس لا غريب تاع العام هذا في الجزائر ولا برونشيت ما لقاو لهاش دواء، ما عرفوهاش علاش، باسكو لي زونتيبيوتيك اللي كانوا يشربوهم العوام اللي فاتوا مدرحين بروفوكاو اون ريزيستانس، دونك ولينا ريزيستان. علاش؟ باسكو لي تريتمون في لي زاني باسي نيتي با ادابتي. روحوا شوفوا الولاد في السبيطارات اللي راهم مخنوقين بلازم وبلا برونشيت وبلا غريب. لازم يوضعوا حد، لازم 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 لازم. يا يا اون كيسيون هنا دو ناصرة سعدية الكاين، هل دي بونسوار مسيو هني بون la question est partie, mais j'ai compris le sens. Avec, pour elle, de les 150 millions des armes Tebboune de Tunis, c'était pour assurer une sécurité des frontières. Ce sera un positif pour la sécurité du pays. Sécurité des frontières. Tu vois, ça m'a dit, je t'ai la sécurité de wilaya de wilaya. Je vais te dire, 150 millions de dollars dans le chef de l'Algérie. Parce que j'ai dit, d'arbre, j'ai dit, l'azma. Le chef, c'est le Hissan de l'Jish. الشعب هو القوة الحقيقية، هو الدعم الحقيقي للجيش نتاعو لما الجيش نتاعنا راح يتورط. وكذلك أنا نجاوب قريت شنقريحة قال لهم ما نخافوش من الحدود. شو نقول لك يا شنقريحة؟ لعنك الله وأخزاك يا المعزة، صار شافر كما كان البقرة اللي قبلك. سكي سباس أو نيفو دو نو فرونتيير كون لارمي نو برون با لي دوفون سا فا تو ديباسي. بصح انت على بالك راك محصل في الجي، على بالك الضرب راح يكون في الشعب اللي راهو متاحم للحدود، الضرب راح يكون في داخل الوطن، ما راحش يقيسك انت يا وجه المعزره. تشوف راسوري لو بابل ماشي هكذا، ماشي تبيعوا للتراكا وتبيعوا للامارات يعني النيتراليتي نتاعكم، الحياديه نتاعكم، الحياديه نتاعكم اللي بعتوها كلك مليار دو دولار باش تشريو السلم الداخلي، راح تولي علينا بارهاب عظيم محاوطنا من موريتانيا حتى ليبيا. سامحني وهنا نوجه نداء للضباط وصف الضباط والشباب اللي في الجيش الوطني الشعبي، هاد الناس حين يؤديوكم للتهلكه.